وخلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالتعاون الممتد والمثمر مع بلجيكا على مختلف الأصعدة، وذلك خلال استقباله بيتر جان دينول الرئيس التنفيذي لشركة التكريك البلجيكية. وخلال لقاءين آخرين، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بلجيكا في ضوء الإنتاج المتميز للشركة في مجال الصناعات الدفاعية، مشددا على استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز الاستخدامات من الوقود البديل والاتجاه إلى الطاقة الخضراء النظيفة. مستهل زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد بيتر جان دونيل الرئيس التنفيذي لشركة التجريف البلجيكية جان دونيل، وذلك بمقر إقامة سيادته في بروكسل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين الجانب المصري والشركة البلجيكية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جان لوك موران الرئيس التنفيذي لشركة جان كوكريل البلجيكية للصناعات الدفاعية. اللقاء شهد التباحث حول سبل تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة ديمي لأعمال التكريك وشركة ميناء أنتورب وشركة فلوكسس. اللقاء تناول متابعة التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة.